مدام نسرين، الحالة اللي انت فيها دي مش هتنفع. انا عايزك تهدي وتركزي وتحاولي تفتكري كويس. حاضر. مدام عزة ما حكتلكيش اي تفاصيل عن طبيعة المشوار اللي كانت رايحاه ده؟ لا خالص، اصل مامي كانت طول عمرها تحب تعمل لي مفاجآت. يعني تفتكري ان المشوار ده كان عشان حاجة تخصك؟ معرفش، هي ما قالتليش غير اللي انا قلته لحضرتك. طب بس مش غريبة يعني ان انت ما لاحظتيش غيابها الا لما الصورة وصلت لك؟ ما انا قلتلك اني كنت بايتة في الملجأ. ما كلمتيهاش في التليفون حتى؟ كلمتها وكان مقفول عادي، مامي متعودة تقفل الموبايل كتير. وما فيش حد في البيت لاحظ غيابها؟ احنا عندنا بس شغالة واحدة بتيجي الصبح وبتمشي اخر النهار، وبعدين مامي متعودة تخرج في اي وقت وترجع في اي وقت. هي خرجت بعربيتها مش كده؟ اه. عندها سواق؟ لا، حاولت اقنعها كتير تجيب سواق بس ما كانتش بترضى. هي مامي كده، ما بتحبش الخنقة وبتحب تبقى براحتها. طيب تفتكري ان اللي حصل ده ممكن مثلا يكون حصل بغرض السرقة؟ معرفش، بس عربية مامي مش جديدة ومش غالية، يعني محدش ممكن يطمع فيها، وبعدين مامي ما كانتش بتخرج بدهب كتير عشان بيعمل لها حساسية. طيب حاجة أخيرة، لأن أنا بالحقيقة مش عايز أتعبك، هل في بينك انتي او الست والدتك اي عداوة مع اي حد تخليه يفكر يعمل كده؟ لا طبعا، احنا ناس محترمين وعلاقتنا بالدنيا كلها زي الفل. وبعدين بدل ما نضيع وقتي ووقتك في اسئلة ملهاش لازمة، دوروا على اللي عمل كده وهاتوه. مدام نسرين احنا عارفين شغلنا كويس، بس حضرتك علشان نقدر نعمل شغلنا لازم انت كمان تساعدينا بكل المعلومات اللي عندك. انا كل اللي عندي قلته. طيب سؤال اخير، يا ترى انت كنت تعرفي اي حد من الضحايا اللي قتلهم السفاح ده؟ لا. ولا اي حد من اهاليهم؟ والله انا ما عملتش لكل واحدة فيهم كشف عيلة عشان اعرف. ممكن امشي بقى ولا في حاجة تانية؟ بقالكوا 4 ساعات بتحققوا معايا زي وما اكون متهمة. لا متهمة ايه لا سمح الله. لا ممكن تمشي، اتفضلي حضرتك، واحنا لما نعوزك هنكلمك. اتفضلي. ايه يا مدام خلص؟ اه يا محسن، وصلني احسن، مش قادره اسوق. الحمد لله على السلامه يا ست الكل. شكرا يا محسن، تعبتك معايا. تعبك راحه، ما تقوليش كده. اتفضلي بقى حضرتك اغسلي وشك كده وفوقي، اللي حصل حصل. توحدي الله يا مدام، ما تعمليش كده، كلنا هنموت. هو في حد هيخلد فيها؟ الا قولي لي يا مدام، هو مش غريب ان اللي حصل لبنت الدكتور محي هو اللي حصل للاستاذ عزة؟ لا مؤاخذة يعني، هي ايه الحكاية بالظبط؟ مش عارفة يا محسن، مش عارفة. بقول لك ايه، انت كفاية عليك اول حد كده، روح انت وانا لو احتجت حاجة هكلمك. ازاي حضرتك؟ اسمع الكلام بس، انا عاوزه اقعد لوحدي لو سمحت. حاضر. Thank you.
ضحية جديدة للسفاح، للأسف هو ده الخبر الرئيسي اللي عندنا. لكن المرة دي الضحية كلنا عارفينها، كلنا تربينا على صوتها وحبيناه، حبينا وتحبينا عليه. حسب مصادرنا في وزارة الداخلية تم اكتشاف ضحية جديدة النهاردة للسفاح. الضحية دي هي المطربة المعتزلة عزة كامل. حاولنا نتصل بابنة الفنانة الكبيرة لكن للأسف تليفوناتها مقفولة كلها، وكالعادة أجهزة الأمن تكتمت على الأمر ورفضت تدينا أي تصريحات بخصوص الحال. يا ترى إيه اللي يخلي السفاح يقتل فنانة كبيرة زي عزة كامل؟ هل بيختار ضحايا بشكل عشوائي ولا في سر ورا اختياره للضحايا دول؟ كان نفسنا طبعا حد من وزارة الداخلية يعبرنا عشان نسأله الأسئلة دي، لكن يبدو إن دمنا بقى تقيل قوي على قلبهم. هسيبكوا دلوقتي مع تقرير عن حياة الفنانة الراحلة وبعده نكمل. استنونا. صوتي واطي على الآخر، هو بكلمك بأدب بس أرجوك يا مدام، أنا راجل مش صغير ومش حمل بهدلة. في إيه بس يا أحمد بيه؟ خفي على الداخلية شوية، إحنا ما صدقنا الحلقة بتاع المرة اللي فاتت عدت على خير. ما أنا قلت لك من الأول إنها هتعدي على خير، والحلقة دي كمان هتعدي على خير. وناش ضمني الله، مش كل مرة تسلم الجرة. مش كل مرة تبقى الضحية فنانة كبيرة ومشهورة زي عزة، الرأي العام هيولع، هتشوف بنفسك. يولع بعيد عني، الله، مش بإيدينا إحنا. زمان البرامج التانية كلها بتتكلم على نفس الموضوع، زمانهم شادين السلخة على الأمن وبيهاجموهم. تقوم أنت عايزني لما يهاجموهم أنا أسكت؟ ده يبقى اسمه إيه؟ الله، ومين قالك إن كل الناس بتهاجم؟ استنتاج يا سيدي. بعدين ما تضيعش وقتك، روح شوف التلفزيون. بس لو طلع كلامي صح أعمل اللي أنا عايزاه. ولو طلع كلامك مش صح؟ مش هجيب سيرة الأمن تاني في حياتي، تمام؟ بس أنا متأكدة من اللي أنا بقوله. اشمعنى بقى؟ عشان الموضوع المرة دي سخن قوي، وكل الزملاء مهما كانت علاقتهم بالحكومة حلوة ولا وحشة مش هيعرفوا يطنشوا التقصير الأمني. عارف ليه؟ عشان لو عملوا كده هيخسروا الجمهور اللي بيدفع الملايين. فاهم قصدي؟ شفت بقى ان انا وحسام بيه عندنا حق، وان انت وحمدي بتخرفوا. مش قوي كده. قول لي بقى، هي ايه علاقة المغنية دي اللي اسمها عزة كامل بشغلتنا؟ واسمع بقى، لم لسانك وكفاية اللي حصل لنا. طب وحق البيت يا عواطف؟ مش هنسيبه، ومش هنسيب الحكومة الا لما تجيبه، وانا مش هيهدالي بال الا لما اشوف اللي عمل كده متعلق في حبل المشنقة. اسئلة كتيرة بتدور في ذهننا من لحظة ظهور السفاح. يا ترى بيختار ضحايا ازاي؟ هل في رابط ما بينهم ولا بيختارهم بشكل عشوائي؟ والسؤال الاهم، الشخص ده بيعمل كده ليه؟ هل مثلا في خلل نفسي ورا الجرائم دي، او عقده ما هي اللي بتحركه؟ اما السؤال اللي مش لاقيين له جواب بقى، لامتى الجرائم دي هتستمر؟ وهل اجهزه الامن هتشوف شغلها وتوصل للمجرم، ولا هنفضل عايشين في الرعب ده على طول؟ خليكم معانا.